حق في نقطة برضو، إن مش كل مباراة للأهلي مع الإسماعيلي لازم أقول إن الأهلي رافض يلعب في إسماعيلية. دايماً بنشوف بعض المسؤولين في دي عايزين نشيلها بقى، يعني مش لازم كل مباراة للأهلي أحاول أقول أصل الأهلي رافض. لا، الأهلي مش رافض يلعب في إسماعيلية، الأهلي لو أنت جايب الموافقات الأمنية هيلعب، والأهلي عمره يعني مش رافض. بدليل إيه؟ لو بصينا على الأرقام تاريخياً 141 مباراة ما بين الأهلي والإسماعيلي، 54 مباراة في استاد إسماعيلية، 54 يعني مباراة، أكتر ملعب شهد لقاءات المباريات، أكتر من ثلث المباريات تاريخيا ما بين الأهلي والإسماعيلي اتلعبت في استاد الإسماعيلية، والأهلي الأكتر فوز. يعني الأهلي من 141 ماتش كسب 74 مباراة. يعني النادي الأهلي عمره ما هيرفض أنه يروح الإسماعيلية، هو بيروح وبيكسب. لكن أنت هات الموافقات الأمنية والعب، لكن مش كل مباراة أقعد أجيب في سيرة النادي الأهلي أو كده، أو أن أنا أحاول أن أنا إيه، بعض الناس بتحاول ان هي تكسب السوشيال ميديا وتكسب تفاعل وتكسب ردود الجمهور. لا، احنا شايفين دور كابتن محمود الخطيب في مساعده النادي الاسماعيلي في ظل الازمه دي. يحسب في زياره لكابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان، وكانت تصريحاته الحقيقه بتقول انه الاهلي فتح ابوابه، انه كابتن الخطيب استقبلنا احسن استقبال وما تاخروش ابدا. تحيه الكابتن محمود الخطيب على الموقف ده، ان انت ازاي الانديه الكبيره، ده دور النادي الوطني، ازاي تدعم الانديه اللي هي شعبيه اللي هي محتاجه الدعم. بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ عمل مع نفس الموقف في فتره من الفترات، كان بينافس على الهبوط وبايرن ميونخ دعمه وبقى بينافسه دلوقتي على الدوري. فتحيه لكابتن محمود الخطيب وكابتن علي ابو جريشه برضو، اللي هو قال ان يمكن كابتن محمود الخطيب موافق على انضمام اي لاعب من النادي الاهلي بشرط ان انت تحصل على موافقته. وفعلا جاب امبارح موجود بكره موجود زياد طارق في القائمه من ناشئين النادي الاهلي. عظيم. نروح نكمل الاحصائيه قدامنا على الشاشه اهي. اكتر ملعب تم اقامه المباراه في استاد اسماعيليه 54 مباراه، النادي الاهلي كسب 74 مباراه، الاسماعيلي كسب 29، 38 مباراه التعادل. عدد اهداف الاهلي 211 هدف، هداف النادي الاهلي احمد مكاوي 16 هدف، هداف النادي الاسماعيلي عوض عبد الرحمن 7 اهداف. اكبر فوز للنادي الاهلي سنه 57 58 8-0، سجل فيها ساعتها المايسترو صالح سليم 7 اهداف في مباراه واحده في رقم قياسي. اكبر سلسله انتصارات متتاليه للنادي الاهلي على الاسماعيلي 6 مباريات. نركز بقى في الرقم اللي جاي ده، اكبر سلسله لا هزيمه للاهلي على التوالي 18 مباراه. طب احنا بقالنا في من 2010 الرقم الحالي 14 مباراه، من 2010 النادي الاهلي لم يخسر من الاسماعيلي. يعني خمس ماتشات كمان نكسر يعني الرقم القياسي، يعني خمس ماتشات تكسر الرقم ده، نكسر الرقم ده. يعني الرقم القياسي كان 18 مباراه، احنا دلوقتي من 2010 لهزيمة معناها انه الاهلي يا بيكسب يا بيتعادل، يا بيكسب يا بيتعادل. من 2010 النادي الاهلي لم يخسر من الاسماعيلي.